السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الو مكملين. اهلا بيكم هنا في استديو صوت الناس. اللي يعرفني يعرف اني ما بحبش لا البكائيات ولا الكربلائيات، ولا بحب دور الضعيف، ولا بحب اللي يعيش في المظلوميه. وانا مؤمن جدا ان اخذ الحق صنعه واخذ الحق شطاره، بس في مسؤوليه تاريخيه بيحتمها علينا الحدث، بيحتمها علينا التاريخ، بيحتمها علينا المصداقيه اللي بيننا وبين شعبنا. بعد 10 سنين على مجزرة ما شافتش مصر زيها أبدا، كنا بنقعد نتكلم في كتب التاريخ ونقول عن اللي حصل في دنشواي ونسميها مذبحة دنشواي اللي قتل فيها الإنجليز أقل من 10 مواطنين مصريين. ولكن التاريخ هيقف كتير جدا عند اللي حصل في ربع العدوية. حب محمد مرسي أو اكرهه أنت حر، اتفق مع الإخوان المسلمين أو اختلف أنت حر، حب حتى ثورة يناير أو اختلف معاها أنت حر، اتفق مع سياسات أي حد أو اختلف أنت حر. حرية ربنا خلقت بيها، محدش من حقه أن يحجر عليك فيها، ومش بنناقش آراء الناس ولا معتقداتهم، ولكن أنك تشجع على الدم وتشمت فيه، ولكن أن يتقالك أن الناس اللي واقفة تعترض هنروح نقتلهم، فانت تقول تسلم الايادي تبقى بره حدود البشريه، تبقى انت مالكش علاقه بالانسانيه. انا هنا ما بتكلمش عن السياسه، وان كانت السياسه بتقول ان لما الشعب المصري نزل ضد نظام فاسد افسد في مصر 30 سنه، نزلت الناس عملت ثوره، نزلت الناس قالت عايزين نغير، حصلت احداث كتيره، وكانت البلد في الوقت ده في ايد المجلس العسكري للقوات المسلحه المصريه، ما كانتش في ايد اي حد تاني. بعدين الناس في انتخابات حرة جابت برلمان عبر عنهم، في اخوان، في شيوعيين، في هنود حمر، دي ارادة الشعب المصري، حب او اكره، بس دول الناس ودي ارادتهم. بعد شوية جت انتخابات تانية، الناس نزلت انتخبت رئيس، الرئيس الدكتور المهندس محمد مرسي عيسى العياط، حبه أو اكرهه أنت حر. ما بقولكش محمد مرسي منزه، بس هو اختيار الناس، زيه زي بايدن أو ترامب أو ماكرون أو أردوغان أو أي حد بيجي بأصوات الناس. بعد كده بدأوا يعملوا المؤامرات على الراجل علشان يقع وحكمه ينتهي، بدأوا يكسروه ويكسروا هيبته وهيبة الحكومة في عين الناس، والاغتيال الأول كان اغتيال معنوي علشان يخلي مسألة الاغتيال البدني والجسدي سهلة بعد كده، وده اللي حصل بعدها بشوية. عملوا انقلاب عسكري غشيم ومجرم، انقلاب عسكري دموي، كل الدنيا شايفاه انقلاب عسكري إلا حفنة من المأجورين، وحفنة من المأزومين نفسيا ومعدومي الكرامة والإنسانية، وحفنة من المنتفعين اللي اتحط في حلقهم وفي بقهم فلوس من عبد الفتاح السيسي واللي مشغلين عبد الفتاح السيسي. نقطة ومن أول السطر عشان ما حدش يضحك عليك. اللي بيختلف على الدم مش بني آدم، كل الدم الحرام وكل الدم البريء اللي بيختلف عليه ده مش بني آدم، خارج حدود البشرية والإنسانية من أصله. خلافنا مش على السياسة، لأن السياسة بتروح وتيجي. الناس اللي كانت واقفة في ربع العدوية اللي كانوا واخدين بناتهم وستاتهم وامهاتهم وعيالهم الصغيرين ما كانوش ابدا مسلحين. حتى بيان الداخليه قال كده، ان اللي اتلقى كانوا 11 قطعه سلاح في النهضه وربع العدويه على ما اذكر، يعني اذا ما خانتنيش الذاكره. فده مش اعتصام مسلح، ما فيش اعتصام مسلح بتخش تقتل الناس اللي فيه وتمشي وانت ما عندكش مصاب. ده مش اعتصام مسلح، ده اسلوب من اساليب الاعتراض اللي بيضمنها القانون بالمناسبه والدستور. الناس اللي نزلت في 30/6 كانت نازله تتظاهر ضد الرئيس بما يضمنه ليها الدستور حق الاعتراض، والناس اللي نزلت تعترض على قرار رئيس الجيش ولا اللي في الوقت ده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي من حقها تتظاهر وفقا للقانون والدستور، حقها في الاعتراض، بس مش من حق حد انه يقتلهم ويفرط في دمهم علشان هم مش على مزاجه. اليوم ده من 10 سنين كتبت عنه الاندبندنت ان ده يوم العار في مصر، وعايز اقول لك ان العار ده لسه مستمر لحد النهارده،
لأن الدم لسه على الأرض والأرض ما بتشربش الدم الحرام. دم الناس اللي اتقتلت لسه على الأرض، والدم ده يلزمه عدل ويلزمه عدالة. وطالما ما فيش عدل ولا عدالة، ولأن ربنا هو العدل المطلق، فكل حاجة وكل خطوة وكل حاجة في البلد دي بتحصل هيفضل ملازمها الفشل. ليه؟ لأن ربنا عدل، وإن الله إيه؟ لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين. ده مختصر اللي هتشوفه في الحلقة النهاردة، عشان لو مش عايز عندك حاجة تانية حابب، ده اللي هنقوله النهاردة. هنتكلم عن 10 سنين بالتمام والكمال، هنتكلم عن 3650 يوم مروا على أبشع مجزرة في تاريخ مصر الحديث، ويمكن في تاريخ العالم. عقد من الزمن فات على الجريمة التي لا تغتفر ولن تغتفر، على المذبحة البشرية، مذبحة رابعة العدوية والنهضة. 10 سنين فاتوا، لا نسينا الضحية ولا نسينا القاتل المجرم، ولو فات 100 سنة محدش هينسى ولا حد هيقدر ينسى. ازاي تنسى؟ الناس كانت هناك، كانت هناك لما اتقتلت الإنسانية، كانت شايفة بعينيها لما مات الضمير، كانت حاضرة هناك لما إعلام مجرم سمم عقول الشعب وغيب وعيهم وزيف الواقع واللي حاصل. الناس كانت هناك، الناس شافت لما الخطة اترسمت، الخطة اللي بدأت قبلها من سنة، كل الهدف كان إنهاء الديمقراطية في مصر عشان مصر ما تكبرش. بدأوا بالتحضير الأول زي ما قلت لك، بالقتل المعنوي للرئيس وحزبه وحكومته وكل رموز ونتاجات ثورة يناير، عشان يبقى سهل بعد كده لما يموتوهم جسديا محدش يتفاعل ولا يتوجع. كانت الناس هناك، الناس شافت الآلة العسكرية العامية اللي ما فرقتش بين راجل وست، بين شايب وشاب، اللي ما فرقتش بين ابن البلد الأصيل وبين العدو اللي المفروض موجود على الجبهة. الناس كانت هناك لما الآلة العسكرية العامية ما رحمتش حد، لا اللي بيداره ولا اللي بيستخبى ولا اللي بيرفع ايده يطلب رحمة ولا اللي بيرفع حتى يعني قماشة بيضة بيقول لهم انا بستسلم مع اني في بلدي انا ما عملتش حاجة. الناس شافت، الناس شافت القناصة اللي كانت بتتسابق وبتتراهن على البشر، اعتبروهم اهداف قدامهم، ويا ترى مين يلحق يموت اكتر. القناصة اللي كان بعضهم بيتلذذ بالقنص والقتل. الناس هناك شافت الممرات اللي اتقال عليها آمنة وهي مش آمنة، وشافت الناس اللي فكرت وأمنت وصدقت وكانت بتطلع من الممرات دي، يا إما بتتقنص وتموت يا إما بتعتقل، والمحظوظ بس اللي كان بيفلت وياخد اللي فيه النصيب والقسمة من البلطجية ويمشي وهو في قلبه الحسرة والألم والندم. ندم مش على الموقف اللي خده ولا الموقف اللي وقفه ولا رفضه للانقلاب العسكري اللي بنعيش النهاردة نتاجه، اللي احنا فيه النهاردة يا سادة نتاج الانقلاب العسكري، الفقر اللي احنا فيه نتاج عبد الفتاح السيسي وحكمه، اللي احنا فيه النهاردة نتاج سكوتنا على الدم، اللي احنا فيه النهاردة نتاج ان احنا ادينا عقلنا ومشاعرنا لعبد الفتاح السيسي وأمنا ان دي الوطنية، وأمنا ان تسلم الايادي بدل النشيد الوطني، وأمنا ان لون الدم اللي على الارض ده لون الخونة ومش لون ناس زينا، ناس مصريين كل اللي ارتكبوه في حياتهم من ذنب انهم حاولوا يحافظوا على الديمقراطية وحقنا في الانتخاب، حاولوا يقولوا لا ما يجيش العسكري يمشي ويجيب على كيفه، لان لما مشى اللي احنا جبناه بكفنا احنا مش عارفين نمشيه، لا سياسي ولا عسكري ولا اي حد بقى ليه كلمة ولا رأي. احمد قنصوة فين؟ سامي عنان فين؟ احمد شفيق فين؟ حد سمع كلام حسام بدراوي ولا محمد ابو الغار؟ احمد الطنطاوي اللي بيتضرب في الشارع عشان بيفكر يقف قدام البيه؟ انتوا جبتوا صنم عملتوه بايديكم ومش عارفين تتخلصوا منه. 10 سنين فاتوا، بس لازم نفضل نحكي الحكاية، حكاية المجزرة، عشان الأجيال اللي جاية ما شافتش وما عرفتش لازم يعرفوا الحقيقة. لازم يعرفوا ان يوم 30 يونيو 2012 استلم رئيس انتخبه الشعب مدني
استاذ دكتور في الجامعه جاي من ارض البلد دي من الشرقيه، اسمه الدكتور محمد مرسي، استلم السلطه كاول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر كلها. حزبه جماعته ما يهمنيش، جاب السلطه، جال السلطه باراده الناس لمده سنه كامله، شوهوه بهدلوه وعطلوا كل شيء في البلد علشان يوقعوه، سمموا عقول الناس وافسدوا عليهم حياتهم واتلعبوا في معيشتهم، غاز، بنزين، عيش، امن، قطعوا الطرق، سلطوا البلطجيه على الشعب، نهب وسرقه وبلطجه، والداخليه ما اتحركتش. تتحرك ليه؟ ما هي جزء من المشهد اللي مترتب كله. الناس يا عيني كانوا بين نارين، نار الجري ورا انبوبه ولا الوقوف في طابور بنزينه بالنهار، ونار بيشعللها الاعلام بالليل في 100 برنامج و100 قناه. وبعد سنه كملت الخطه للانقلاب واصبح الانقلاب ممكنا على الرئيس المدني اللي ممكن كنا نشيله برضه بالانتخابات. قالوا لنا خطه الطريق، قالوا للناس خطه الطريق، خطه الطريق اعلنها السيسي مع انها كانت خطه الطريق اللي اعلنها مرسي قبلها بيومين، لكن قائد الانقلاب وحسب الخطه كمل في انقلابه اللي مرسوم في دوائر غير مصرية ومكتوب بإيد غير مصرية. عطل الدستور وعزل الرئيس واعتقله هو وكل مساعديه وقيادات حزبه. ده اللي حصل في البلد، بقت بلطجة، بلطجة عسكرية. فالناس قالت لا، احنا جبنا الراجل ولازم نحمي ارادتنا. نزل ملايين من المصريين للشوارع، مش بس الاخوان ولا السلفيين ولا 6 ابريل، كل المصريين اللي كانوا عايزين يعيشوا رافعين راسهم نزلوا الشارع، رفضوا الانقلاب العسكري، رفضوا الانقلاب على الحلم، حلم مصر الكبيره، تمسكوا بالشرعيه وباصواتهم اللي السيسي قرر في يوم وليله يرميها في الزباله. نزل المصريين بالملايين، اعتصموا في اماكن كتيره اشهرها ميدان رابعه العدويه والنهضه، وكانت المظاهرات في انحاء مصر كلها مليونيه. في كل حتة في البلد بينزلوا يقولوا عايزين رئيس احنا انتخبناه احنا نمشيه مش العساكر. اعتصام في رابعة العدوية بالمناسبة استمر 47 يوم في منتهى السلمية والتحضر. انا سمعت كتير من شهادات اللي راحوا رابعة العدوية لاستكشاف الوضع، اللي راحوا من باب الفضول ولا اللي حتى صدقوا اعلام السيسي. ما اعلام السيسي كان بيقول لهم في منصات اطلاق صواريخ في رابعه، انت متخيل؟ وقال لهم احمد موسى في يوم من الايام اصل في كره ارضيه تحت المنصه بيدفنوا فيها خصومهم بعد ما يقتلوهم. كان في هبل وخبل. كل اللي راحوا رابعه من غير المعتصمين شهدوا بسلميه المعتصمين. ما حدش شاف سلاح، ما حدش شاف عنف، ما حدش شاف اعداء للوطن. بالعكس، كل اللي كانوا هناك كانوا هناك عشان البلد دي، كانوا هناك لانهم كانوا عارفين ان السكوت والرضا بالانقلاب نهايته مأساوية على مصر وشعبها ودينا عايشينها.